هل بتتضايقي لما حد يقول انك شبه الفنان رامي مالك، ولا فرحانة عشان كده افضل لعيبة ومعاكي اوسكار؟ واوسكار كمان. لا لا خالص، مش بتضايق خالص يعني. بالنسبه اصل مش كذا، مش حد واحد بس اللي قال لي ان انا شبه رامي مالك، ده حتى فرقتي في النادي بتقول لي ان انا شبهه. ولسه النهارده كانوا باعتين لي على جروب الفرقه، لا ده اكيد الشبه ده مش طبيعي. وانا رديت لا يا جماعه انا شبهه بالظبط يعني، انا نسخه منه وحتى كانت الصوره جايه بالجنب، فانا هو لا احنا واحد يعني. حتى لما الناس تقعد تقول ده عنده اخ توام، فبقعد اقول لا ده واخت توام كمان. لا مش بشوف نفسي يعني رامي مالك، هو حلو برضو عادي يعني، ما عنديش اي مشاكل. لا